على هامش جلسات الحوار الوطني، هنتابع مع بعض دلوقتي لقاء مع اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية الأسبق. الحقيقة القضية السكانية هي أم المشاكل والقضايا الملحة الموجودة اللي بيعاني منها المجتمع المصري. المجتمع المصري عنده العديد من المشاكل والقضايا تأتي على رأسها على الإطلاق القضية السكانية. امتى القضية بتبقى امتى السكان بيبقوا مشكلة وبيبقوا قضية؟ لما يختل التوازن بين النمو السكاني والموارد. لكن لو كانش عندك اختلال بين النمو السكاني والموارد، السكان دول أهم مورد لأي دولة، وهم دول وسائل الإنتاج، فكل ما كتر هذا المورد وهذا المصدر من المصادر الثروة في أي دولة يبقى حاجة كويسة. لكن عندما لا يوجد لديك موارد وهو المتاح عندنا حاليا، ودي الحاجة الحقيقة الواقعة حاليا، ما عندناش موارد نقدر نكبر خصائص أو نعلي خصائص السكان من تعليم وصحة وإسكان ومرافق وخلافه. فهنا السكان دول عايزين مصاريف كثيرة جدا لا تتوفر حاليا. إذا توجد المشكلة، مشكلة لها طرفين، طرف سكان وطرف موارد. علشان تنمي موارد وتجيب موارد تتناسب مع الزيادة السكانية، ده عايز استثمارات ووقت ووقت طويل جدا. لكن الأسهل هم السكان اللي تقدر تشتغل عليهم وتوعيهم ويقللوا معدلات النمو ويبقى يحدث نوع من التوازن. الحوار الوطني وحرصي على المشاركة فيه هو وسيلة وأداة، لان احنا الحقيقه قبل كده في القضيه السكانيه دي كان عندنا اكتر من استراتيجيه. انا كنت هكلم حضرتك عن الاستراتيجيات اللي تم وضعها، عملنا استراتيجيات كثيره جدا وانا حضرت وكنت مشارك مع كثير من الموجودين في القاعه جوه في صياغه استراتيجيه للسكان في 2007، واستراتيجيه اخرى في 2012، واستراتيجية ثالثة من 15 ل 30. طب تسمح لي سيادة اللواء، الاستراتيجيات دي كلها وضعت وعرفت وشخصت المشكلة، لماذا لم يتم التنفيذ وما زلنا نعاني من المشكله، مع العلم ان في دول كتير كان عندها نفس المشكله وسبقتنا بحلول جذريه؟ هو ده الحقيقه اللي انا بتفائل ومنتظر ان الحوار الوطني، وده اللي انا قلته في الجلسه دلوقتي. تمام. انا انتظر من الحوار ان يكون الاقتراب لهذه المشكله ومواجهه الاسس الاساسيه اللي فيها على الواقع وعلى الارض، هو ده الاختلاف اللي انا منتظره. لان انت زي ما قلت لحضرتك كل الاستراتيجيات دي وصفت المشكله وابدت اسبابها وابدت وسائل الحل، لكن دايما ما كانش بيبقى فيه تمويل كافي ولا اراده كافيه ولا عمل واقعي على الارض ولا متابعه ولا كيان مسؤول نقدر نحاسبه في المتابعه والنتائج. وده اللي قالته برضو جوه الدكتورة هالة وزيرة السكان السابقة، ما كانش عندنا كيان. فإحنا المطلوب من عندنا لابد يكون عندنا كيان له أي اسم، زي ما قالت الدكتورة هالة جوه دلوقتي. تمام. أي اسم، وزارة، مجلس، هيئة، أيا كان، بس الهيئة دي تكون مستقلة وتكون تبعة، وأنا أتمنى تكون تبعة للسيد لرئاسة الجمهورية مباشرة، تقاررها هناك قوتها والسلطات بتاعتها واخدها من هذا المكان اللي بينجز كل شيء. ما عندناش مشاكل بتتحل الا لما بيكون تدخل من الرئاسه والسيد الرئيس شخصيا. يعني الكل مجمع سياده اللواء عن ان قضيه الزياده السكانيه هي ام القضايا والقضيه الاكبر والقضيه التي تلتهم كل موارد التنميه اللي بتحصل على ارض الواقع. بينقصنا فكره التوعيه، من المنوط بزياده الوعي والتوعيه في المجتمع، سواء بقى مؤسسات دينية أو مؤسسات ثقافية أو مؤسسات سياسية أو حتى الأسرة على مستوى الأسرة الأم؟ الحقيقة أنا بشكرك على هذا السؤال وأحيلك لتجربة واقعية فعلية في دولة شبهنا، بنجلاديش. في بداية الستينيات عملت اللي احنا بنعمله دلوقتي وعايزة تقلل متوسط حجم الأسرة اللي كان 8 في هذا الوقت، النهاردة هم 2.4، حققوا طفرة ونجاح كبير جدا. كل اللي احنا بنقوله في الأسباب والنتائج وأساليب المواجهة اللي احنا سمعناها في الجلسة النهاردة ومتكررة في كل الاستراتيجيات معروفة، توعية الشباب، المرأة، مواجهة الخصائص السلبية زي البطالة وزي الفقر وزي الأمية، كل دي حاجات ضرورية ومهمة. لكن أحيلك لثلاث حاجات أساسية. أول حاجة، السكان الأكثر إنجابا هم الأكثر فقرا،
قالوا أكثر فقرا موجودين في الريف وفي الأطراف وفي المناطق المهمشة. دول لا بيشوفوا توعية ولا بيوصلهم تلفزيون ولا عندهم تلفزيون ولا عندهم ability أو رؤية يعني إن هم يسمعوا هذه الوسائل وهذه التوعيات. لكن دول عايزين إيه؟ عايزين اتصال مباشر. ده اللي عملته بنجلاديش، باحثة أو زي حاجة شبه الرائدات الرفيات اللي عندنا، تطرق الباب، تطرق باب الأم اللي بتنجب كثيرا دي، نطرق الباب وتقنعها وتوعيها. ولو كان جوزها مش موجود تنتظره لما يجي، عشان الزوج هو آخر طرف في المعادلة، وتقنعه بأهمية تحديد النسل ويبقى الأسرة الصغيرة. وكمان بتبقى معاها شنطة فيها شوية وسائل، يمكن الأسرة دي تقتنع وتاخد من الوسائل البسيطة اللي معاها. كمان عندها اتصال مباشر هذه الباحثة وهذه الرائدة الريفية إنها بالوحدة الصحية. يمكن الأم دي أو السيدة دي محتاجة وسائل طويلة المفعول، يمكن محتاجة وسائل مش متوفرة في الشنطة معاها. أم لما تاخدها وتروح الوحدة الصحية، ده بيحصل عندنا سيادة اللواء. لا أنا عايز أكمل الثلاث حاجات اللي أنا وعدتك بثلاث حاجات. اتفضل. التوعية دي هتبقى بواسطة مين؟ بواسطة طرق الأبواب والاتصال المباشر. ثم خدمات، خدمات يا إما معاها في شنطتها يا إما هتاخدها للوحدة الصحية تلاقي فيها مقدم خدمة. للأسف الشديد ليس لدينا مقدمات او مقدمي خدمه في الاماكن اللي احنا بنقول عليهم دول. وزاره الصحه بتعاني من نقص الاطباء، فما بالك بالوحدات الصحيه الموجوده فين؟ اللي عند الناس اللي بيخلفوا اكتر. فهم هنا عايزين مقدمي خدمه سواء اطباء او تمريض في الوحدات الصحيه الموجوده. تمام. عندنا الحمد لله الوحدات. تمام. بس ما عندناش مقدمي خدمه كفايه في هذه الوحدات. الحاجه الاخيره الثالثه هي الوسائل. الوسائل بلد زينا بنعاني المشكلة دي، لازم يبقى عندنا قدرة على تصنيع هذه الوسائل. احنا اللي نصنعها واحنا اللي نوفرها بالمجان في كل هذه الاماكن. البلد اللي عملت الفاكسين بتاع فيروس سي، ودي حاجة معقدة جدا، تقدر بمنتهى البساطة تعمل وسائل تحديد النسل. نعم. أو تنظيم الأسرة. نعم. لهذا بجانب التنمية الاقتصادية بقى، لأن زي ما قلنا من شوية الأكثر فقرا أكثر إنجابا. فلما تعملوا تنمية اقتصادية ويبقى يطلع من دايرة الفقر على طول أوتوماتيك، هو على طول بيبقى أكثر أقل إنجابا على طول.